ضروري نديرو شي دوره عندكم تما داير المليح تكزير هاد المناطق كامل العصير. السلام عليكم اخوان، اليوم مشينا للسوق ديال تاكزيرت، يعني كان 30/3/2023 وصورنا مع الناس كزاره جداد. الماعز كاين الحم ديال الشات، الناس اللي ما كيعرفوش راه كل منطقه كاينه اللي كتستهلك فيها الشا، كاين الماعز كاين البقري، المهم كل اشنو اللي تيبغي وتيكون المليح. اي حاجه هنا كنصورها كاش تكون المليح. ومرحبا، وما تنساوش ديروا لنا ابوني واشتراك وشي لايك وشي تعليق زوين وشكرا. السلام عليكم سي ابراهيم، بخير؟ شحال هذا المليح؟ 85 درهم. 85 بحال 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 كاين الغلم كاين المعز. الله يبارك. يكون شي اقبال شويه في هذا رمضان؟ شويه ماشي بحال الفطر. لكن تيبان لي في هذا رمضان تيخرج شويه الماعز. الماعز هو اللي كيتمشى حاليا، تيتمشى في رمضان داكشي اللي سكور قرلا، يكون شويه ثقيل في البيع في هذا رمضان. المهم المليح راه كاين عندك صراحه. وييه غاليه اخويا، غالي. لا لا المليح بزاف الله يصايبو صافي. غالي المعز اخويا هذا عام بزاف بزاف. على الحما اخويا، اخويا يا خويا بغيتي عشيه يتزوجوا بزاف بخير، بغيتي نتزوجوا حتى ما غادي. لا اخويا انا ليا موجود، انا موجود. بغيتي الذكر نعطيوك الذكر. قول سي ابراهيم، عندكم شي محل هنايا؟ كاين في تاكزيرت. قول العنوان ديالو والتليفون الا بغيتي واحد شي حاجه ديال المعز يتصل بك. في الزاوية النمرة ديال التليفون 06054-51-46. تمشي تاع بوحانا تمشي تاع الدغري نحيا تمشي تاع 43000 ريال. 43000 جوج جوج. وياد انت؟ ويا 12 نوال. هذا الشيء مليح الله يبارك. الدويرات شحال دايرين؟ خويا 2000 ريال باش تبيع. 100 درهم. 100 درهم. 100 درهم باش تبيع. داير المليح داير المليح. يعني ثمن 85 اللي داير مزيان. ها هو راه المليح كاين. المنطقة هنا معروفة بالماع شوية تكزير هاد المناطق كامل العصير كيدبحو حتى الشا ياك؟ حتى الشا اللي كبيرة كاين اللي كيدبحو الشا ولكن راهم الهيل الداخل هنا لا ما كاينش. لا 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 هنا على المعز هذا اللي كيدبح الشا. هذا بواحد اللي كيبيع حني الشا. كلشي راه الشا هادي هما الصغر باينين.
حسين اليوم هذا الخير 85 لا المليح تبارك الله صراحة لا باقي الحانوت في الرياضة؟ باقي اخويا انا جبت الوقت مرحبا بي قول التليفون ديالك اللي فاشي واحد شي حاجة اخويا 06 62 07 41 23. انتم اللي بغا شي حاجه مع الحسين في الرياضه مرحبا اللي بغا الجوده ديال اللحم ايوا جبتي سير اللهم امين الدفات تبارك الله الله يرحم والديك الله يبارك فيك عليك الله يرحم جبت الوقت في الرياضه مرحبا بك لا ضروري نجي عندكم ان شاء الله السوق تما لا ربعه ياك تيعمو لا تكون السبت دروك السبت السويقه ان شاء الله السبت ان شاء الله نجيو لعندكم ان شاء الله ضروري نديرو شي دورة عندكم تما لا طلبوا لنا حتى الناس قال لك دير لنا فرياطه حنا غادي نمشيو للفرياطه ان شاء الله كما اللي كنتو في مصر شحال هاد المليح اليوم مليح 1200 الله يبارك 60 درهم وحاجة مليحة هادشي مليح شي مطاطا اللي معروف شي حاجة معروف بها ايوا صافي ما يقدرش يبدلها لا ممنوع شحال دايره السومه اليوم؟ شحال دايره السومه؟ كيما كان 60 60 درهم 50 50 الف شحال دايره الروبيو اليوم مليح 1200 شحال دايره التقليه شحال التقليه 40 درهم التقليه 40 درهم وشي شحال داير؟ 60 درهم 60 الله يجيب كيسير شحال داير هاد المليح اليوم؟ حتى كزيرت ديك المليح داير 60 درهم الله يبارك صراحة المنطقة معروفة هنا بالمليح عندك هنا وفم العنصر؟ هنا وفم العنصر الناس ديالها كاين الناس اللي ما تيعرفوش هاد الناس راه عزيز عليهم هذا وكاين اللي تيعشقوا هاد اللحم هذا غيكون مليح ولا ما كانش مليح هي فين كاينه ايوا هي فين
الساس كلشي الساس ما خدامش لا 73 ألف بالله صافي تصور عبد القادر جا والله الا داخل عبد القادر جا المطوار والله الا تلف ان شاء الله احنا ربحنا ربحنا معاك ابا حسن يلا طلع بحسن طلع طلع بحسن ولا كشف لي النت في البلاصه ما عنده فين يدخل بين العائله ديالنا دار النقطه مزال